بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. دعونا نعيش جو هذه الآية. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إيش؟ لا تقنطوا. مهما سويت من الذنوب، مهما فعلت، ذنوب كبار ذنوب صغار، إيش قال الله لنا؟ إيش؟ لا تقنطوا. لكن ليس معنى ذلك لا تقنطوا ما تقبل على الله، لا، معنى ذلك أنك تقبل يا فلان وأنت يا فلانة تقبلون، نقبل جميعا على التوبة. ونعلم علما يقينا أن شروط التوبة أربع: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم أن لا ترجع إلى المعصية، إرجاع الحقوق إلى أصحابها. أن نتوب قبل أن تخرج الروح وقبل أن تطلع الشمس المغربية. إيش قال لنا؟ لا تقنطوا. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. كم شاب وكم امرأة يقول وتقول هي: أنا عندي ذنوب عظيمة. أنت الآن تتكلم الآن، أنت تتكلم الآن، والآن شريط حياتي السيء أمامي، الآن شريط حياتي السيء أمامي، هل الله يغفر لي؟ هل الله يتوب علي سبحانه؟ هل الله يسامحني؟ هل الله يغير حياتي؟ هل الله يقبلني؟ هل الله يجعلني أترك المعاصي؟ نقول: نعم، لو ذنوبك مثل الجبال. يقول الله: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعاً. الذنوب في اللغة جمع تكسير، وقيدها الله لما قال الذنوب إيش؟ جميعاً، لم يقل ذنباً ولا ذنبان ولا ثلاثة ولا أربعة. رسالة، رسالة لكل جالس منا، رسالة للمتحدث، رسالة للجالسين في هذا المكان، رسالة من يسمعني في خلف الشاشات، رسالة من يصل إلي هذا الكلام: لا تقنطوا بالرحمة الله، لا تقنطوا بالرحمة الله، لا تقنطوا بالرحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم، رحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. لا تكون ورحمة الله وسعت كل شيء، لا تكون تذهب هذه الرحمة ولا تكون من هذه الرحمة. وسعت كل شيء، هل أنت من هذا الشيء؟ اللهم اجعلنا منهم، قلوا آمين. قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف الكرم. ذكر ابن القيم كلاما جميلا يسجل بماء العيون. الله، اسمعوني بقلوبكم يا محترمون، استغفر الله، لا إله إلا الله، يا محترمون، يا رجال، يا نساء الذين في الخارج، أيها المتحدث، من ينقل هذا الكلام، من يصور، اسمعوني بقلوبكم، تكلم بقلبك أيها المتحدث، اطلب من الله الصدق، اطلب من الله الصدق. اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم اجعل الكلام يخرج من القلب ويصل إلى القلب، اللهم اجعل حجاما لنا عن النار، اللهم اجعله ضياء لنا في قبورنا، اللهم اجعله سببا لدخولنا الفردوس بعد رحمتك، قلوا آمين. اللهم اجعله سببا للنعيم الباقي في جنات الخلود. يا أحبة، الله استرنا. سبحانه، كما ذنوبنا بالخلوات كثير كثير، ذنوب ذنوب في الخلوات كثير. لم يفضحنا، هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم: الله يسترنا، الله قبل نادينا يسترنا. قال ابن القيم: الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله سبحانك، ما أكرمك يا الله كريم، سبحانك كريم كريم. بس هل قدرنا هذا الكرم؟ هل قدرنا هذه الرحمة؟ سبحانه، ينادينا، هو غني، ايش يبي منا؟ ايش يبي منا؟ ما يبي منا شيء، لا يريد مصلحة، استغفر الله، لا اله الا الله، ما يريد منا مصلحة. الأمر المصلحة الأولى لنا والشيء لنا،
ومع ذلك ينادينا بأسلوب تلطف ويسترنا قبل أن ينادينا ويغفر لنا الذنوب ويحبنا. يحبك لما تتوب، يحبني لما أتوب، ويحبك أيتها الأخت لما تتوبين، ويحب أي واحد يسمعني الآن في الخارج أو يناظرني في القناة. يحبنا الله إذا تبنا. يا الله نذنب وتسترنا سبحانك، وتنادينا سبحانك، وتحبنا سبحانك. لما قال الله والله يريد أن يتوب عليكم، إيش معنى يريد هنا؟ يحب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم قال في آية أخرى عامة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبدل ذنوبنا إلى حسنات. لما قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يشرك بالله، يزني، يفعل زنا، كبائر الذنوب. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم استثنى الله قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. النتيجة فأولئك يبدل الله إيش؟ سيئاتهم إيش؟ حسنات، وكأن الله غفورا رحيما. أنا أقول اللي ما يتغير في رمضان متى يتغير؟ أنا ودي أسألكم سؤال، تسمحوا لي وقبل أسألكم، تسمحوا لي قبل أسألكم، أنا اليوم بكون محب لكم، ودائما إن شاء الله أني محب لكم ومحب قلبي قبلكم، لأن أنا أبي حتى قلبي محتاج. أنا أقول لنفسي الآن، أخاطب نفسي، أقول لك أيها المتحدث، أقول لكم أيها الفضلاء المحترمون، أقول لكم أيتها النساء المسلمات الفاضلات الطيبات، أقول لكم من يشاهدني خلف الشاشات، أقول من يسمع هذا الكلام في الخارج: إذا ما تبنا في رمضان متى نتوب؟ إذا ما تبنا في رمضان متى نتوب؟ إذا ما تغيرنا في رمضان متى نتغير؟ قد يقول قائل: هل التوبة مخصوصة في رمضان؟ لا لا لا، التوبة في كل وقت، ما لم تغرغر الروح وما لم تطلع الشمس من مغربها. لكن ليش أنا أقول في رمضان؟ لأن رمضان الجو مهيئ لنا، أليس كذلك؟ بلى، والقلوب مقبلة على الطاعة، مقبلة على الخير، الناس تبي الخير، العالم الآن المسجد ممتلئ. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يدرك نحن ووالدينا ومن نحب ليلة القدر ونقومها إماما واحتسابا. قلوا آمين. الناس ما جت اللي تبي الخير، الناس ما أقبلت اللي تريد الخير، الناس طيبة، الناس فطرتها طيبة، بس متى يحرك الخير اللي في قلبه؟ متى يبدأ يقبل على الله؟ خلاص الآن صفحة جديدة يعلنها الإنسان بينه وبين الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خلاص حياة جديدة مع الله، خلاص كن شجاعا، كن مقداما، كن قويا. أي معصية اتركها لله، ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا. مخرجا لها معاني كثيرة. ثم قال وهو العطف: ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب.